أستاذ رحيم، فرحتكم يمكن ما اكتملت لأنه الخبر اللي بخصوص التراخيص ما راح يخليكم تشتركون آسيوية، وهذا الموضوع ممكن يسبب حسرة وألم للوسط الرياضي بصورة عامة، لأن المركز اللي تبوأه النجف هو نهاية مكافأة الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك. طبعا هذا الخبر عاري عن الصحة نهائيا. نعم المسابقة من حقها تنظم الدوري، لكن هذا حق نادي النجف بعد جهد كبير وعناء طويل للهيئة الإدارية والكادر التدريبي واللاعبين وجمهورنا المحب، وما نفرط بهذا التمثيل من المستحيل. يعني راح تلحقون على الوقت الباقي حتى تملون أو ترفعون ملفاتكم في استحصال الرخصة الآسيوية؟ كابتن حبيبي، احنا كل ملفاتنا منذ بداية يعني خلينا نقول فترة التراخيص عاملين بها. عندنا الأخ مهندس أمين مدير تراخيص في نادينا، متواصل مع اللجنة المركزية في الاتحاد العراقي لجنة التراخيص، وأعتقد الملف بالكامل. أولا احنا عندنا ملفين، ملف داخلي نسميه تراخيص داخلية محلية والآسيوية. احنا المحلية على الآسيوية فروقات بسيطة جدا. اليوم أنا اليوم بالاتحاد أيضا مرات على الأخ في التراخيص، وحتى مرات على الأخ، فقط مأخرتنا يمكن الإجازة التأسيس باقي على التوقيع مع السيد الوزير، وقال إن شاء الله أنا راح أرسلها، وهذا الحديث أمام رئيس لجنة التراخيص الأخ ماجد.